ما فكرتيش في طول المشوار ده انه ممكن ابطل الرقص او عايزه ابطل؟ ولا مره حسيتي المجتمع ضاغط عليكي مضايقك؟ بصي انا من زمان قوي وانا قاعده جوه بالونه بتاعتي انا اللي عاملاها، حاطه فيها الناس اللي عايزه اشوفهم، والناس اللي بتتكلم التانيين دول بعتبرهم بره البالونه، فصوتهم مش واصل لي، يعني هما بيتكلموا بس. بس ده المجتمع كله يا دينا، ازاي بتقدري تمنعي الصوت ده؟ المجتمع كله بمعنى اللي حواليكي، الناس اللي في الشارع انا حاولت يا لميس اخلي كل اللي حواليا يحترموا، ده حقيقي. حاولت على قد ما قدرت، يعني انا على قد ما قدرت كنت بتصرف بطريقة تليق ببني آدم محترم علشان كل اللي حواليا يحاولوا يعيدوا نظر في وجهة نظرهم، في فكرة الراقصة. في فكرة الرقاصة مش الراقصة، الرقاصة الرقاصة دي حاجة شيك، فكرة الرقاصة اللي واصلة لهم اللي هي منحلة وما عندهاش كبير وعديمة الأخلاق ومفيش حد يلمها ولسانها زالف دايما بتتكلم بشتايم وخطفت رجالة وخطفت وكذا. رجالة ومحدش، كل واحد يخلي باله على اللي جنبه وبتعرف الناس عشان فلوسها دي وجهة نظر بني آدم على فكرة، دي تركيبة بني آدم مش تركيبة رقاصة، دي تركيبة بني آدم يعرف يعمل كده وتركيبة بني آدم تاني ما يعرفش يعمل كده حتى لو كان قدامه كده. يعني أنا قدامي طول العمر أغنى ناس يعني شايفاهم قدامي، عمري ما فكرت إني أرتبط بحد أنا ما حبيتهوش، يعني ما بنقيش، مش مسألة تنقية إن الواحد ياخد الراجل ده لأنه فيه المواصفات الفلانية، لا ممكن يكون أقل راجل بس فيه المواصفات اللي أنا عايزاه.